لقاء الحنانة ويعني ما بين الإطار والتيار، على ماذا يعول الإطار في هذا اللقاء على الرغم من حرصه على إنجاح هذه التفاهمات بمقابل إصرار السيد الصدر على شروطه؟ العفو، السلام عليكم. ماذا اسمع السؤال جيدا أستاذ عمران؟ إذا تسمعني الآن بشكل واضح، سؤالي لحضرتك فيما يخص اللقاء المرتقب في الحنانة ما بين الإطار والتيار، على ماذا يعول الإطار في هذا اللقاء من أجل إنجاح هذه التفاهمات على الرغم من إصرار السيد الصدر والإبقاء على شروطه؟ نعم، تحية حضراتكم وإلى مشاهديكم في كل مكان. حقيقة هو الحوارات مستمرة ولا يوجد أي مخرج إلا التفاهم والوصول إلى تفاهمات بين الكتل السياسية، ولكن إلى هذه اللحظة الكتل السياسية بأجمعها لم تصل إلى نهايات وقرارات، وكما أنتم يعني تلمسون هذه من خلال اللقاءات المستمرة والتغييرات على مدار الساعة. أعتقد الكل منتظرين اللحظة النهائية والضوء الأحمر في نهاية المشوار الحوارات الذي سينتهي يوم الأحد القادم. أعتقد نحن وكما أشار بيان الإطار بالأمس، هناك إصرار حقيقة من الأخوة في الإطار على ضرورة التفاهم ومعالجة الاختلافات البينية بين قوى الإطار والإخوان في التيار الصدري. أعتقد هناك ميل بشكل عام إلى ضرورة أن يقف الجميع وأن يدخلوا مجلس النواب ككتلة واحدة ترشح رئاسة الوزراء. إلى هذه اللحظة طبعا لا يوجد حل نهائي أو قرار نهائي بهذا الشأن، ولكن أعتقد الأمور سارة بهذا الاتجاه لهذه اللحظة. طيب أستاذ عمران، على ما يبدو بأن هناك ربما نقطة خلاف جديدة تضاف إلى ما يشاع حتى الآن من كلام فيما يخص أنه السيد الصدر ربما سيقبل بالتحالف مع الإطار مع إمكانية استبعاد السيد المالكي، لكن هناك حديث يدور عن إمكانية أن تكون هناك ربما زيارة مرتقبة للسيد المالكي إلى الحنانة من أجل ربما يعني التوصل إلى تفاهم نهائي في هذا الموضوع وتشكيل الحكومة. يعني هو طبعا بالمناسبه لا يوجد اي مانع من لقائي من الاخوه سواء السيد المالكي او اي اخر يعني عضو اخر في الاطار، كلهم مستعدون للقاء او حوار مع اي شخصيه من الشخصيات سواء كان سيد مقتدى الصدر او الشخصيات الاخرى. هناك محاولات بهذا الاتجاه، واعتقد لا يوجد يعني بشكل عام لهذه اللحظه لا يوجد يعني قرار نهائي او موعد نهائي بهذا الخصوص، ولكن هناك اتصالات على مستوى ما والكل مستعدين بتقديري، الجلسة يوم وهناك طبعا الأحد. بعض التلميحات. نعم، الجلسة يوم الأحد، يعني يعني وقت لا عفوا، انا اتحدث نعم اتحدث نعم انا اتحدث عن لقاءات بين السيد المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وبين الاطار وبين الاطراف الاخرى. الى هذه اللحظه نعم هناك تفاهمات واتصالات، ولكن لحد الان نعم. لا يوجد قرار نهائي، وخاصة في القضايا الأساسية كما هو الحال في اللقاء المرتقب بين السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر أو الاتفاق على الشكل النهائي للكتلة القادمة. إذن عضو الإطار التنسيقي السيد عمران الكركوشي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.